منظومات رادارية، صواريخ، نسمع بها تقريبا بشكل يومي على عدد من المستويات الآن في الداخل السوري. هل تعتقد بأننا أمام أكشن متصاعد العام القادم؟ الجميل أن تبدأ وتنتهي بكلمة أكشن. أعتقد أن عدم التصرف أو عدم الاتيان بعمل هو الأكشن، يبدو دراميا. وهنا اسمح لي أن أحييك مرة أخرى على هذا الزخم المعلوماتي في العرض الافتتاحي دائما في برامجك القيمة. شكرا جزيلا. ودعني أنطلق أيضا من تعريف الواشنطن تايمز. واشنطن تايمز كثير للأسف يخلطون بينها وبين الواشنطن بوست. الواشنطن تايمز ميزتها هي أقرب إلى اليمين ولا الحزب الجمهوري ولا المحافظين، بينما الواشنطن بوست معروفة أنها قريبة من اليسار الأمريكي بالمفهوم الأمريكي لليسار للليبراليين أيضا. أن تأتي التصريحات وتصف تصريحات بايدن بالفارغة وتحديداته بأنها فارغة أو جوفاء، هذا الأمر عليه شبه إجماع أعتقد من جميع الأطراف التي ترقب ما يجري ليس فقط في فيينا من تفاوضات وتصريحات تصدر عن الجوانب كافة، وإنما أيضا ما يجري على الأرض السورية. وهنا المدخل التي يبدو أنها ستكون الساحة النهائية للمواجهة ما قبل التوصل إلى اتفاق. الضربات التي توجه سواء في ما حدث في موضوع ميناء اللاذقية أو محاولة يعني التقديم مزيد من الشحنات الأسلحة عبر الاثنتي عشرة شاحنة التي أشرتم إليها من الأراضي العراقية في هذا التوقيت، في التوقيت الذي يعلن فيه الكاظمي عن انتهاء دور القوات الأمريكية القتالية في العراق وشكره للتحالف ولكل من ساعد العراق على دحر داعش. هذه الأجواء كلها تؤكد أن يبدو شيء من التفاهم بإبعاد العراق على أن تكون ساحة مواجهة بين إيران وإسرائيل أو إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولتحقيق الغاية من ترتيبات ما بعد اتفاقيات فيينا وترتيبات الخاصة بالشرق الأوسط. يبدو أن التركيز سيكون على الساحة السورية أكثر أيضا من اللبنانية والإمارات واليمنية، لأن تعلم أن اليمن الآن هناك تصعيد عسكري، ضربات متلاحقة للحوثيين، خسائر ليست فقط عسكرية وإنما دبلوماسية أيضا وسياسية أمام الرأي العام في اليمن وفي الإقليم عموما. ولبنان نعلم قصته مع قضية حزب الله والأزمات المتتالية اقتصاديا خاصة بعد تصريحات الوزير المقال قرداحي. ما يجري إذن هو تركيز الجهود على الساحة السورية بأشبه ما يكون بردع متبادل، استعراض للقوة العسكرية يرافقها تصريحات مربكة عمدا تصدر عن الجوانب العسكرية والدبلوماسية سواء بالوسط الإسرائيلي أو الوسط الإيراني. عندما يقولوا في إيران أنهم الآن سيجرون المتورطين في تصفية سليماني أو القضاء على الجنرال سليماني إلى العدالة في إيران، ماذا يعني بهذا التصريح؟ هل هي معركة ستكون استخبارية بمعنى خطف وجلب هؤلاء بالقوة، أم هي معركة قضائية؟ فهناك رسائل متباينة تصدر عن الطرفين، وأعتقد أن هي ليست أكثر من تمهيد لمقولة أنتوني بلينكين، وأختم بها، عندما قال أن الانتظار لن يكون إلى ما لا نهاية بالنسبة للجانب الإيراني في فيينا. التركيز على الساحة السورية كما تفضلت الآن، هل هذا يعني بأن العراق والقواعد الموجودة في العراق الأمريكية ستكون هادئة في ظل المتغيرات الجارية في العراق؟ أتمنى وأرجح إلى حد كبير. ليس فقط تصريح الكاظمي دال جدا، وإنما اللقاءات التي عقدها السيد الصدر الآن في موضوع حكومة لا شرقية ولا غربية، التأكيد الذي صدر عن عديد من القيادة السياسية في العراق وبخاصة الشيعية، واعتذر مرة أخرى عن استخدام أي تعبير مذهبي ولكن هو توصيف للواقع للأسف في العراق. هناك نوع من محاولة الاستفادة من الزخم الذي تحقق في العراق دون الخضوع إلى ابتزازات إيران، خاصة بعد الفضيحة التي مني بها نظام ملالي في الانتخابات العراقية. هل عجبتنا الانتخابات العراقية أم لا تعجبنا سواء قوى سياسية في العراق أو خارج العراق، ما جرى حتما هو سقوط لنفوذ إيران السياسي. أي محاولة للزج بمعركة القتالية عبر وكلاء وتنظيمات الحشد أو غير الحشد، المزاج العام في العراق لا يحتمل ذلك.
وهنا اسمح لي يعني أيضا في سياق هذا البرنامج بالترحم على الشهيد الذي سقط في العراق الجوراني، ويشير لك إلى أي مدى هناك حالة ضيق من أي إرهاب يمارس ضد من يمثل النظام والقانون في العراق، سواء صدر هذا الإرهاب عن داعش أو عن الحشد أو أي من تنظيماتها الخارجة حتما عن القانون والإجماع الوطن العراقي. فأعتقد نعم، في الإجابة على سؤالكم الكريم، الأنظار تتجه إلى سوريا، ويبدو أن هذا التنسيق متفق عليه مسبقا بين كل الأطراف المعنية بتمكين إيران بمزيد من المكتسبات في فيينا، وبالطرف الآخر محاولة إيصال رسالة إلى دمشق بالنأي بنفسها عما يجري فيما يتعلق بهذه المفاوضات. وبمجرد يعني هذه أصبحت قضية تداولوها كثيرا في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بمجرد أن يتم التصريح بأن رد الفعل السوري للقوات الدفاع الجوي السورية بأنها امتنعت عن رد النيران على الطائرتين الإسرائيليتين لأن هناك طائرة روسية كانت تهبط في قاعدة حميميم، هذا يفتح أسئلة كثيرة عن جميع هذه الضربات التي جرت على الأرض السورية مستهدفة النفوذ الإيراني، ولم تستهدف أبدا بشكل مباشر القوات النظامية السورية. هذا يعني عزيزي أن هناك خطا ساخنا موجود وفعال وموثوق به بين الروس وبين أي طرف يمارس أي قوة عسكرية على الأرض السورية بما فيها إسرائيل.